بين ضريحين كاين ضريح في المغرب. طقوس غريبة في المجتمع ديالنا. السحر والشعوذة في المغرب. حنا في 2022 وبعض الناس للأسف مازال له وصل عندنا الجهل والتخلف لدرجة كبيرة بزاف. بزاف د الرجال ونساء كيقصدوا الأضرحة باش يقضوا الحاجيات ديالهم بحال الزواج والذرية الصالحة، وبعض المرات يأديو بنات. بعض الأضرحة تحولت لعيادة علاج بعض الأمراض الجسدية والنفسية وحتى العقلية، وأن بعض الناس كيسافروا الطريق طويلة غير باش يزوروا هاد الأضرحة، ويعلم الله شنو كانت النية ديالهم، حتى أنهم مكيمشوش بيديهم خاوي ولكن تيديو معاهم اللي كيسميوه بالبركة، وكيهديوها للوالي اللي تيقولو كاين في الضريح باش يتحقق المراد ديالهم. كاين اللي مكفاهش هادشي وكيدي معاه الذبيحة وهو فرحان. هاد الذبيحة كتباع حتى العشرة د المرات في النهار، حيث أن الشخص المكلف بالذبيحة كيخرج الدم ديالها فقط في الرجل ديالها وفي مكان خاوي، بحيث كيتواجد رجل آخر في ذاك المكان كياخذ الذبيحة ويبيعو لزبون آخر، وهكذا كيستافدوا سكان المنطقة اللي فيها الضريح. في هاد المغارات كيدخلوا لهم النساء اللي كيعتقدوا أنهم فيها الجن، وكيقوموا بأشياء غريبة كنزع الملابس واللي كيخليوها تما. وفي هاد البلاصة بالضبط كيمشيو بزاف النساء اللي كيشعلوا الشمع، وكيديو معاهم بزاف د الحوايج بحال الحليب والسكر، وكيطلبوا من صخر اللي تمنوا اعتقاد منهم أنها كتسمع كلشي وإلا فرحوها غادي تفرحوا، وكيتأكدوا أنهم كتسمعهم بحيث ما كيلقاوش التقضية اللي كيجيبوا كل لانهار. غالبا غيكون شي واحد من القبيلة دارو عامرة سكريات ومحلبات، وحدا هاد النخلة ما كان عامر بزاف ومخصوص للبنات اللي مقبلين على الزواج، وحتى انه كان ضريح كيعبدو لمدة سنين وفاش قلبوه ما لقاو فيه والو. واحد منهم كيغوت وكيسطح، وفاش كتسولو كيقول لك عبادة وانت ما عارف والو. العشاء هي أولية من أولياء الله الصالحين، فالأولياء الله الصالحين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المهم أن الطقوس غريبة بزاف متثبتين بها في المجتمع ديالنا، والبعض منهم كتوصل به الدرجة يحفر قبر واستخراج أعضاء الميت كمستحضرات الشعوذة وإلقاء التعاويذ تحت إشراف الساحر. الدين ديالنا باين في هادشي، الساحر كافر، وبعض الأشخاص الله يهديهم عارفين هادشي ومازال متثبتين به، ديما كتكون نهاية سيئة. الفيديو سال هنا، نتلاقاو في الفيديو الجاي. كان معكم خالد بيبي أشيم، تالله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.